شهد مهرجان قوافل تنظيم ندوة وطنية تحت شعار تحديات قضية الصحراء المغربية يدور للمجتمع المدني، وذلك بشراكة مع المرصد الجامعي لمهن وممارسة الأعلام بجامعة ابن زهر بأكادير. أن نطور الخطاب، لا ننسى أنه كانت ضدنا الجزائر وكانت ضدنا ليبيا، وهما دولتان نفطيتان لهم إمكانيات مالية قوية، وقد استعمل هذا المال في فترات كثيرة للتأثير على بعض الدول وخاصة الدول الإفريقية وكذلك في دول أمريكا اللاتينية. الآن بدأت مواقف تلك الدول تتراجع، وعلى الإعلام أن يقوم بدوره وأن لا يعتبر أن الأسلوب هو نوع من الخطابة ونوع من يعني الشعبوية. هذه مسائل تناقش بهدوء ويكون فيها الإقناع مع الصحفيين، ويقومون بزيارة المنطقة ويعاينون ويتكلمون مع أبناء الولاد ويستمعون إليهم، ليس ليقولوا صحراء مغربية ولكن ليتحدثوا عن أوضاعهم وليتحدثوا عن الحياة اليومية في أماكنهم. عرفت هذه الندوة حضور عدد من الفعاليات المدنية والسياسية، والذين ناقشوا من خلال عدة جلسات كيف يمكن تفعيل دور المجتمع المدني والدبلوماسية الموازية للدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة. هي تقنية كل المغاربة. تم التوصل لمجموعة من الاستنتاجات والخلاصات التي انصبت في نهايات المطاف إلى أنه لكي يطلع هذا المجتمع المدني بدور رائد عليه أن يعيد النظر في آليات تعاطيه وأدواره، وكذلك كيفية الاستفادة من التجارب السابقة، لأننا السؤال الذي طرح أن النزاع عمر لمدة 40 سنة ولا زلنا لم نبرح مكاننا وليست هنالك أي معالم أفق في التغيير، وبالتالي ما الفاعل المدني في مقابل الفاعل السياسي في مقابل باقي الفاعلين الموجودين في المجتمع سواء الفاعل الاقتصادي أو الفاعل الإعلامي، أدوارهم هم في الوصول إلى استراتيجية بناءة هادفة تتوخى الفعالية والجدية مع الأخذ في الحسبان جميع المسارات والمحطات التي تنتهج في إطار الدبلوماسية الموازية كشعار، وكذلك تقديم أو إيجاد خارطة الطريق بديلة لما هو سائد. عرفت الندوة عدد من التوصيات التي سيتم العمل على تفعيلها ورفعها إلى الجهات المسؤولة.